وبالأمس كان هناك عدة لقاءات بين يعني وفد قيادي من حركة فتح من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين لبنانيين، وكذلك لقاء مشترك بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية. كل المواقف يمكن أن تتقاطع عند الآتي: أولا ضرورة وقف إطلاق النار، ثانيا سحب المظاهر المسلحة، ثالثا تسليم المطلوبين. يعني المطلوبين نعني هنا من تورطوا باغتيال أبو أشرف العرموشي في 30 من تموز يوليو الفائت، وهم بحسب يعني كل الفصائل معروفون بالأسماء، هم 8 أصيب أحدهم في الساعات الماضية، بقي 7 أشخاص. يعني حركة فتح الطالب بتسليم حماس في بيان مساء اليوم أيضا طالبت بتسليمهم. الجيش اللبناني يطالب بتسليم، الحكومة اللبنانية أيضا يعني بحسب اللقاء الذي جرى اليوم في السرايا الحكومية بين يعني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح ومسؤول الساحة الفلسطينية عزام الأحمد، الذي نقل عن رئيس الحكومة وقائد الجيش والقادة الأمنيين بأن هناك إصرار لبناني على وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوي وإعادة الاستقرار إلى المخيم وتسليم المطلوبين، وأيضا إعادة فتح المدارس، علما أن هناك يعني مدرستين على الأقل فيهما مسلحين حتى اللحظة، وبالتالي هذا يعرقل أولا انطلاق العام الدراسي، ثانيا هناك تأكيد من كل الفصائل على ضرورة عودة المهاجرين إلى مخيم عين الحلوي من أجل يعني وضمان الاستقرار وفق خطة وضعت في هيئة العمل المشترك الفلسطينية، وتقضي بإنشاء قوة أمنية مشتركة من أجل أن تشرف على وقف يعني إطلاق النار وأيضا تسليم المطلوبين. لكن حتى اللحظة لم يترجم هذا على الأرض عمليا. الاشتباكات تعود بين الفينة والأخرى إلى مخيم عين الحلوي، تشتد أحيانا وتخف أحيانا أخرى، لكن الجو بشكل عام لا زال المخيم يفتقد إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولا تزال المساعي الفلسطينية والمساعي الفلسطينية اللبنانية مستمرة وبشكل مكثف. هناك لقاءات ستعقد يعني الخميس أيضا بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وهو المطلب الأول للفلسطينيين وللبنانيين نظرا لأن اتساع رقعة الاشتباكات وتضرر محيط مخيم عين الحلوي يعني في جنوب لبنان في مدينة صيدا وجواره، وبالتالي هذا يلقي بظلاله على المشهد اللبناني العام المتأزم أصلا لعدة أسباب.